هنا سوريا، مساء الخير. بعد أن صار نصف شريك في الحرب على ما يسمى بالإرهاب، النظام يطالب بالمزيد، فيشتكي للأمم المتحدة مظلومية جديدة ويطلب منها المشاركة في الحرب على جوازات السفر السورية المزورة، ويؤكد لها من على وسائل إعلام روسية أن 8 ملايين سوري زورت جوازاتهم من عصابة دولية محترفة. فماذا سيكون رد الأمم المتحدة على طلبات الأسد؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في هنا سوريا. في المحور الثاني فإننا سنقف مع تقرير حقوقي يوثق تفشي القتل والاختطاف بشكل لافت للإعلاميين والصحفيين من قبل الأطراف كافة داخل سوريا. حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. ادعى رئيس فرع الهجرة والجوازات في دمشق التابع للنظام العميد فواز الأحمد، ادعى أن خارجية النظام كشفت عن عصابات دولية تعمل على تزوير جوازات السفر السورية، وأشار إلى أن النظام قدم شكوى رسمية للأمم المتحدة والأنتربول الدولي بهذا الشأن. الأمم المتحدة والأنتربول إلى الآن لم يحركا ساكنا، لكن ما هي صلاحيتهما في ذلك وأيضا جدية هذه الدعوة؟ سنبحث المزيد بعد هذا التقرير. تبدو الصورة مقلوبة شيئا ما. نظام الأسد يلجأ إلى هيئات دولية وأممية يشكو إليها مظلومية من مواطنيه المفترضين، فيدعي بالفم الملآن أنهم تورطوا بتزوير جوازات سفرهم. ليس من باب المزاح يأتي الخبر، فالنظام حقيقة قال لوكالة سبوتنيك الروسية على لسان رئيس فرع الهجرة والجوازات في دمشق العميد فواز الأحمد، قال إن خارجية الأسد بالتعاون مع الفرع المذكور كشفت عن عصابات دولية تعمل على تزوير الجوازات السورية. وادعى الأحمد للوكالة الروسية أن النظام قدم شكوى رسمية للأمم المتحدة والشرطة الدولية المعروفة اختصارا بالإنتربول، وأنهم سيقدمون قائمة بجميع جوازات السفر التي أصدرها نظام الأسد ليضيفها الإنتربول لمنظومة التحقق من بيانات كافة الجوازات المسروقة والمزورة. الأمم المتحدة لم تفصح بدورها عن معلومات بهذا الصدد، ولم تكشف عن وثيقة متعلقة بما ذكره النظام أو عن دورها وصلاحياتها مثلا في ملاحقة أمور لوجستية كهذه تحكمها اتهامات سياسية أكثر منها إدارية. أما عن النظام الذي يحاول إضفاء البراءة على وجهه في هذا الملف، فإن لبوس البراءة لن يعفيه غالبا بسبب تورط شخصيات من حكومته في هذه الجريمة المذكورة. فهناك ناشطون أكدوا لوسائل إعلام مختلفة أنهم حصلوا على وثائق سفرهم من إدارات رسمية للهجرة، وعند مغادرتهم المطارات السورية أو المعابر أوقفتهم حكومات البلد الذي وصلوا إليه ووجهت لهم تهما بالتزوير. وبهذه الطريقة تترسخ تماما نظرية الصورة المقلوبة. لم يكتفي الأسد بحرقهم وسلخهم وصعقهم بالكهرباء والكيمياء، بل راح يحاسبهم في لجوئهم، وهناك من يستمع إليه على الدوام. Combating terrorism is not a Syrian issue. It shouldn't be only exclusively a Syrian issue. It's an international issue. وللحديث أكثر سينضم إلينا السيد أحمد عنكير، وهو مواطن تعرض لتزوير لجواز سفره، معنا من غازي عنتاب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. وأيضا ينضم إلينا السيد ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، معنا من اسطنبول. والسيد عبد القادر الخطيب، محامي وناشط حقوقي، معنا من عمان. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أحمد، يعني لو بتخبرنا قصتك بالتفصيل مع جواز السفر.
مساء الخير لك يا والسادة المشاهدين. بداية لا بد من الإشارة إلى أن النظام السوري هو أول من حرم المواطن السوري في حقه في الحصول على الوثائق الأساسية، سواء على المستوى الاجتماعي أو التعليمي، الوثائق الخاصة بالجامعات، كشوف العلامات الخاصة بإكمال الدراسي والتحصيل العلمي، ناهيك عن الشيء الأهم وهو جواز السفر. نعم. الحاجة الماسة لدى هؤلاء المواطنين الذين خرجوا خارج سوريا لإكمال تحصيلهم العلمي أو للبحث عن فرص عمل أو حتى الحصول على فرصة لجوء في دول اللجوء الأوروبية. نعم. كان لابد لهم من الحصول على الوثائق هذه الضرورية لإكمال. بس يعني سيد أحمد، أنت الحالة اللي صارت معك هي مثال بينطبق على حالات تانية أخرى، صحيح؟ يعني بس لو تخبرنا القصة لحتى نفوت بتفصيليات الموضوع أكثر. أكيد أكيد. الحاجة الماسة لدى هؤلاء الناس، وأنا شخصيا واحد من هؤلاء الناس، الحاجة الماسة لهذه الوثائق دفعتهم لدفع مبالغ باهظة للحصول على هذه الوثائق. نعم. وفي بعض الأحيان لم يكونوا قادرين على الحصول عليها. المثال الحي على ذلك دفع مبالغ طائلة جدا لأشخاص متنفذين في قنصليات الهجرة الموجودة داخل المحافظات السورية أو حتى في القنصليات السورية المنتشرة في دول الجوار. نعم. شخصيا حاولت الحصول مرارا وتكرارا على جواز سفر يؤهلني من إكمال دراستي أو حتى الحصول على فرصة عمل في وين الخارج. وين كنت متواجد بهذاك الوقت؟ كان الموضوع باهظ ومكلف جدا. أنا طوال هذه الفترة تقريبا متواجد في تركيا. طيب، يعني حاولت مرارا التواصل مع أشخاص أصدقاء في مناطق النظام، كانت رح تنتهي مدته، وحاولت أنه أنت تجدد جواز سفرك بتركيا عن طريق سماسرة موجودين في القنصلية. هذا ما حصل. طيب، هذا ما حصل. لم أكن قادر على تجديد جوازي بالفترة الأولى. لاحقا دفعت مبالغ طائلة للحصول على لصاق التجديد، حصلت عليها من داخل سوريا حقيقة، لكن المبلغ كان مكلف جدا جدا، لا يستطيع أي إنسان دون عمل أو دون دخل كبير يعني الحصول عليها. يعني داخل سوريا وين بالضبط سيد أحمد؟ يعني لحتى بدنا معلومات يعني تفصيلية جدا. تماما، ما حصل معي تماما هو أني تواصلت مع أحد الأصدقاء في مدينة حماة. نعم. قام بالتواصل مع أحد ضباط المحسوبين على النظام المتنفذين القادرين على الحصول على هذه اللصاقات من شعبة الهجرة طبعا الخاصة بمحافظة حماة. لاحقا وصلتني عن طريق سماسرة النظام طبعا، وصلت إلي بمبلغ كبير جدا، استطعت الحصول عليه. طيب سيد أحمد، يعني بالبداية رفض تجديد جواز سفرك، هو شو السبب؟ طبعا حالي مثل حال الكثير من ملايين المواطنين السوريين المقيمين في الخارج، مخالفة نظام الأسد أو عدم وجود تسوية قانونية مع ما يسمونها الدولة السورية. طبعا هذه يعني الثغرة استغلها السماسرة سياسية كانت تتم عرقلة تجديد جواز السفر في السفارة أو في القنصلية. طبعا سيدتي، أنا غير قادر على الدخول إلى أماكن وجود النظام لإكمال المعاملات الرسمية الخاصة بي. هذا ما يستغله الكثير من السماسرة حقيقة. أنا جزء بسيط، أنا حالي بسيطة من ملايين الحالات الموجودة في أوروبا أو في تركيا أو في دول الجوار التي يستغل معاناتها سماسرة النظام للحصول على مبالغ طائلة من أجل إتمام المعاملات الرسمية الخاصة بهؤلاء. أنا أتحدث تحديدا هنا عن جواز سفر، لكن هناك الكثير من المعاملات الأخرى التي يستغلها هؤلاء، مثلا الحصول على كشوف العلامات الخاصة بالجامعات، الحصول على شهادات الجامعة، مصدقات التخرج. نعم. حتى معاملات إتمام تسجيل الزواج والكثير الكثير من المعاملات الأخرى. يعني هذه حتى المعاملات لدى الناس العادية كانت مصدر لموافقة أفرع أمنية، خصوصا إذا كانت قادمة من الخارج. بالعودة إلى نقطة أنه أنت تواصلت مع صديقك في حماة وقال لك أنه هو بيعرف حدا مشان يجدد لك اللصاقة، قد إيه المبلغ اللي انطلب منك بهذاك الوقت أحمد؟ سيدتي المبالغ معروفة، التسعير معروفة لدى جميع الناس أصحاب الحاجة ولدى جميع الناس الذين ساروا وسعوا للحصول على هذه الوثائق. يعني مثال بسيط، التسعيرة الرسمية التي أطلقها النظام في القنصلية التركية في اسطنبول هي 800 دولار. نعم. والمواطن السوري الذي يريد الحصول على جواز سفر يريد حجز دور في هذه القنصلية يكلف حجز الدور فقط 300 دولار، أي أن المعاملة الرسمية التي أطلقها النظام في
في قنصليته في اسطنبول تكلف المواطن العادي ما يقارب 1200 دولار سواء طفل أو امرأة أو بغض النظر. هذا يعني أن الموضوع أصبح تجارة رائجة لدى النظام، مصدر لتحصيل الأموال. سيد أحمد ابقى معي. نعم ابقى معي، سأنتقل إلى السيد ياسر الفرحان. سيد ياسر مساء الخير. يعني على لسان سيد أحمد فإن التزوير يأتي من داخل يعني جوازات النظام، يعني كيف ترى هذه الرواية؟ النظام منذ البداية حرم كثير من السوريين من الحصول على جوازات أو وثائق سفر، كان يفعل ذلك قبل الثورة، يحرم معارضيه من الحصول على جوازات السفر ويشترط موافقة أمنية ليحصل كل مواطن سوري على هذه الوثائق، كان بذلك يعتدي على حق أساسي من حقوق الإنسان، من حق أي إنسان طبيعي أن يحصل على جواز سفر، على وثائق سفر، أن يقوم بالانتقال الحر كيفما يشاء، وكان يعني النظام يمارس هذا الضغط منذ زمن عليه. الآن الشعب السوري يدفع ثمنا مضاعفا بعدما قام النظام بتشريده، قام النظام بتهجيره، قام النظام بتدميره وبقتل أبنائه. الآن الشعب السوري في مختلف أرجاء وأصقاع العالم يحاول أن يحصل على أدنى حقوقه وهي جواز سفر. أصبح جواز سفر حلم للمواطن السوري، يريد أن يحصل عليه كي يعني يتنقل بحرية، كي يدبر شؤونه بحرية، كي يدبر شؤون أسرته وأولاده بحرية، لا يتمكن من ذلك. المسؤولية تقع بشكل أساسي على النظام كمسبب، وتقع أيضا على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لم يقدم شيئا، لم يقدم بديلا للشعب السوري الذي يعني دفع هذا الثمن، والذي يعني ضمن أبسط حقوقه أن تقدم له الأمم المتحدة حلا من خلال تقديم وثائق سفر. حصل هذا في فترات متعددة يعني تعرضت فيها دول لأزمات ومنحت الأمم المتحدة اللاجئين في يعني أزمنة أخرى هذه الوثائق. نعم. مثل ما يعني قامت دول يعني أخرى، الجامعة العربية أوعزت في زمن سابق بأن يعني الدول التي استوطنها يعني، ولكن سيد ياسر يعني المنظمات الدولية سنأتي على ذكرها بالتفصيل، يعني ولكن يعني النظام انتقل إلى مرحلة جديدة من عدم إعطاء جوازات سفر وهي حق أساسي للسوريين لملاحقتهم واتهامهم بأنه جوازات مزورة ومطالبة الانتربول بالتعاون بهذا الموضوع. اعتاد العالم والمنظمات الدولية الحقوقية والمختصة على ادعاءات كاذبة يقدمها النظام، يعني من غير المعقول ومن غير المنطقي، ولا يمكن تصديق بأن 8 ملايين جواز سفر مزورة يعني صدرت باسم النظام، يعني من غير يعني هذا أمر غير منطقي وغير مقبول. النظام يحاول أن يكبر هذه المشكلة ليبتز الشعب السوري ويبتز أيضا الدول التي تحاول أن تيسر أمور السوريين ضمن مطاراتها أو حدودها. الحقيقة بأن يعني النظام هو من يجب أن يسأل بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان وبسبب امتناعه عن تسهيل حصول السوريين على هذه الوثائق. الآن يدفع يعني يحمل السوريين مبالغ مضاعفة من أجل الحصول على هذه الوثائق، وأيضا يعني يخضعهم للضغط والابتزاز والتسول، ثم بعد ذلك يهددهم. الآن يحاول أن يعطل حركتهم، هو يجري شيء من الانتقام بحق السوريين الذين. معنا أيضا السيد عبد القادر الخطيب المحامي والناشط الحقوقي، يعني معنا حالة هون. سيد عبد القادر، توجه أصابع الاتهام للتزوير من قبل النظام، كيف هو المزور ويلجأ يعني جمعيات دولية ومؤسسات دولية معنية للتشكي؟ سيد عبد القادر يبدو أنه نعم أسمعك. نعم، يعني ما مدى جدية هذه الشكوى؟ هل من الممكن أن تؤخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لمشاهدين وضيوفك الكرام. أولا النظام هو يصنع الجريمة، جريمة التزوير هذا، ويدعي بمكافحتها ليصطاد معارضيه. نعم. يعني يكفي أنه يقمع ويقتل، الآن يقيد حرية مواطنيه للسفر والتنقل. هذا الجواز وثيقة دولية دستورية
يجب كل مواطن يعني أن يسمح هذا حق له لا يمكن إنكاره يعني، ولكن نتحدث عن الدعوة التي تقدم بها النظام سيد عبد القادر، هل من الممكن أو الشكوى التي تقدم هذه بها الدعوة إلى الانتربول، هل من الممكن أن تؤخذ بجدية؟ نتحدث عن 8 ملايين سوري. الآن هو يدعي أنه 8 ملايين جواز مزور، نعم، بأرقام مكررة، نعم. الآن الانتربول هذا شرطة دولية يتحقق من هذا الأمر. الآن هو يدعي هو من زور، ممكن هو من زور من نظامه لاصطياد معارضيه، ممكن، نعم، هذا الكلام. لكن هذا التزوير بهذا الكم ليس ممكن. الآن هو يدعي بالانتربول، الآن هو ودى بيانات ومنظومات من البيانات الكاملة ل 168 دولة على الانتربول، بيانات كاملة على هذه الجوازات بأرقامها. الآن إذا جواز يحمل نفس الرقم يعتبر، إذا تنقل هذا المواطن السوري إلى دولة ثانية يعتبر مزور، إذا كان هذا الرقم مقرر من النظام هناك. فهو يصنع الجريمة ويدعي أنه مزور وهو الذي زور. نعم. مع الأسف إنه النظام الدولي المفروض يكون له نظرة في هذه العملية. نعم. الآن هذا النظام يعني جواز السفر هو حرية التنقل، حرية الإقامة، حرية الهجرة. الآن هذا الجواز هو من ناحية أمنية يجب أن يأخذ كل مواطن سوري. نعم. طيب رح أنتقل سيد أحمد، يعني بعد ما تعرضت للتزوير والملاحقة أو للتزوير اللصاقة، كيف اكتشفت أنها مزورة وكيف استعاضت عنا لاحقا؟ حقيقة كنت في سوريا بقضاء إجازة، نعم، وأثناء عودتي على أحد المعابر الحدودية مع تركيا تم فحص جوازي على الأجهزة الخاصة في المعبر، نعم، وأبلغني أحد عناصر البوليس أن هذه اللصاقة مزورة يجب إزالتها. فعلا أنا قمت بإزالتها ولاحقا تواصلت مع شخص آخر وحصلت على لصاقة أيضا بمبلغ كبير للغاية لأجل تجديد جوازي، وتم قبولها لاحقا على نفس المعبر. وين اللصاقة الثانية حصلت عليها، من أي جهة؟ من نفس الجهات السماسرة التابعين للنظام حقيقة. يعني ما قدرت تواصلت مع شخص آخر على لصاقة من قبل القنصلية أو السفارة، رجعت استعنت بصديقك وأيضا بحما مثل ما ذكرت قبل شوي، ما هيك؟ لا أبدا، من داخل المحافظات السورية قمت بمتابعة المعاملة وحصلت على لصاقة أخرى، نعم، تم قبولها على نفس المعبر وما زلت يعني أسير على نفس اللصاقة. نعم. طيب يعني أنت بالوقت يلي عانيت فيه مع موضوع تزوير اللصاقة، هل تواصلت يعني مع مؤسسات دولية معنية بهذا الموضوع؟ حقيقة أطلقنا كناشطين سوريين أو كأشخاص متضررين من هذا الموضوع، موضوع الوثائق الرسمية، أطلقنا عدة نداءات مع مؤسسات تعنى بهذا الأمر، منها آفاز، أو أطلقنا نداءات لمؤسسات الأمم المتحدة لإيجاد حل يعني يضمن الحد الأدنى من الأنشطة الحياتية لهؤلاء الناس الذين يعانون، سواء في دول الجوار أو حتى الناس الذين لجأوا إلى أوروبا، معاناتهم لا تقل صعوبة يعني عن حالنا نحن. ما يزال موضوع الوثائق الرسمية أو الجواز السفر تحديدا من أصعب المشكلات التي تواجههم، حتى أن بعض الأشخاص الذين يحملون الجواز السوري وأثناء سفرهم تنقلهم بين الدول الأوروبية تلقوا إشعارات منع دخول بعض الدول بسبب أن هذا الجواز مكرر، علما أن هذا الجواز صادر من المحافظات السورية برقم تسلسل نظامي ومسجل لدى الدولة السورية، وقد كان قد دخل إلى نفس البلد من قبل. هذا يعني أن النظام فعليا قام بإجراءات سابقة من أجل ضبط حركة هؤلاء الناس، أناس محددين أقصد ناشطين. نعم. يعني تقول سيد أحمد بأن هذا الموضوع تم التخطيط له سابقا، يعني منذ الوقت الذي تم فيه إعطاءكم اللصاقة يعني لملاحقتكم لاحقا ووضعكم بوضع أمني مثلا.
أنا أتحدث عن حالي محددة حدثت مع أحد الأشخاص الذين أعرفهم كان في صدد السفر إلى بريطانيا تحديدا، تم منعه من الدخول وتم إبلاغه أن جوازه يحمل رقم مكرر. نعم. علما أن نفس الجواز كان قد دخل إلى بريطانيا مسبقا. نعم. هذا يعني أن الإبلاغ تم في فترات لاحق. سابقة. نعم. ويقصد أشخاص بأعينهم. نعم. طيب سيد ياسر، يعني الأمم المتحدة سابقا كانت تحركت لحل أزمة اللاجئين في دول أخرى طبعا مختلفة عن سوريا، مثال الفلسطينيين وإعطائهم وثائق سفر أو شيء من هذا القبيل. هل من الممكن أن تتحرك الأمم المتحدة مجددا لإعطاء السوريين الذين يعانون من موضوع جواز السفر أي وثائق؟ يعني هذه ليست المسألة الأولى التي تخذل فيها الأمم المتحدة الشعب السوري ولا تقوم بواجباتها كما ينبغي. يعني كثير من الواجبات التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة لا تقوم بها، لا تقوم بحماية السوريين في أرواحهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، وفي يعني كل أشكال حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية والاتفاقيات والأعراف التي يعني اعتمدت على مدار أكثر من نصف قرن، يعني شهدنا، وسوريا من الدول الموقعة عليها. هذا الموضوع طالبنا به كثيرا مرارا وتكرارا بتمكين السوريين من الحصول على هذه الوثائق، بالتحرر من ابتزاز النظام ومن ضغطه، ومن التحرر من محاولة الحصول على وثائق غير نظامية من أجل تسهيل أمورهم ومعيشتهم وانتقالهم. يعني كل ما قامت به الأمم المتحدة أو الدول الصديقة ضغطت على النظام ليقوم بفتح سفاراته وليمنح هذه الوثائق لأشخاص معارضين له، وبالتأكيد النظام يعني تحت هذا الضغط باشر بمنح الجوازات لكل السوريين، يعني حتى لو كانوا في دول أخرى، حتى لو كانوا مطلوبين له على قوائم يصنفها هو بالإرهاب أو بالمعارضة أو غير ذلك، أو حتى لو كانوا محكومين لديه. هذا حصل تحت ضغط الأمم المتحدة وبعد يعني جلسات كثيرة قامت بها المعارضة معها. لكن يعني حقيقة مع ذلك النظام حتى الآن يربط هذا يعني إجراءات معقدة، يشترط في بعض الحالات الحصول على موافقة أمنية من دمشق، وأيضا يأخذ مبالغ يعني فوق طاقة السوريين، ومبالغ يعني غير متناسبة مع قيمة تقديم جواز سفر في دول أخرى معروف بأنه الحالة المعيشية لمواطنيها أفضل من الوضع الذي يعيشه السوريين الآن. وبالتالي يعني هناك مطالبة مستمرة لحل هذه المشكلة. المسبب لهذه المشكلة والفاعل لهذه المشكلة هو النظام السوري، وأيضا الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تقصيرية لأنها لا تقوم بالواجبات التي ينبغي أن تقوم بها لتحقق أدنى متطلبات حقوق الإنسان للشعب السوري. نعم. طيب سيد عبد القادر، يعني ذكر سيد أحمد قبل قليل بأن حتى اللاجئين في دول أوروبية يتعرضون لنوع من أنواع التعقيدات في تصديق أوراقهم من سوريا، في طلب أوراق جديدة أيضا من سوريا. هل يحق لهذه الدول أن تقوم يعني بطلب هذا النوع من الوثائق في ظل أن هؤلاء اللاجئين هم هربوا إليها يعني من الخوف ومن الحرب أيضا؟ يعني ميثاق الأمم المتحدة ينص على مساعدة اللاجئين، نعم، وأعطائهم كل الوثائق التي تخصهم. يعني خلينا نضرب مثل على اللاجئين الفلسطينيين، أعطي لهم وثائق مؤقتة في الدول التي لجأوا إليها واعترفت بهم بهذه الوثائق لكي يعملوا، لكي يتملكوا. النظام السوري الآن مع الأسف النظام العالمي متواطئ مع النظام السوري. الآن النظام السوري يمنع أي معارض من حصول على جواز سفر أو وثيقة إلا موافقة أمنية. حتى الآن في الأردن وفي تركيا وفي هاي منعت منهم الجوازات ووثائق السفر، وهذا مخالف لنص القانون للأمم المتحدة، للدستور، للمواثيق الدولية. الآن هذا يعني يجب الضغط على النظام السوري، ضغط كبير يجب الضغط عليه بضغط كبير لكي يحصل المواطن السوري على كل وثائقه القانونية التي تكفل له حرية التنقل وحرية العمل وحرية الإقامة.
نعم. طيب سيد ياسر، يعني سمعت شهادة السيد أحمد عنكير على ما حدث معه، هل من الممكن تحويل هذا الحادث إلى دعوة قضائية معاكسة لدعوة النظام؟ يعني بالتأكيد، يعني لدينا مشكلة، المحاكم الدولية حتى الآن لا تستجيب لجرائم أكبر قام بها النظام. استخدم النظام الكيميائي، استخدم النظام البراميل المتفجرة، استخدم النظام كل صنوف التعذيب وقتل كل المعتقلين لديه. النظام قام بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب السوري، وحاولت جهات المعارضة كثيرا اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة النظام. حتى الآن لم نصل إلى صيغة بسبب تعطيل العدالة الدولية من قبل مجلس الأمن، وبتصرف روسيا والدول المناصرة للنظام، وبعدم فعالية الدول الأخرى التي تزعم صداقة الشعب السوري. وبالتالي هذا الموضوع، يعني أعتقد بأنه لن يبقى كذلك طويلا. هناك لحظة ما للعدالة ستأتي قريبا، سيدفع كل المسببون لهذه المعاناة. يعني هذا ما كنت بالضبط عم بسألك عنه سيد ياسر، تحركا باتجاه هذه يعني العدالة، هل من الممكن أن تقدم دعوات كهذه، ومن الممكن يعني إثبات أن النظام هو الذي قام بالتزوير؟ يعني أعتقد بأن هناك دعاوى فردية يمكن أن يقوم بها أصحاب الشأن، أصحاب المصلحة الذين تعرضوا لهذا الابتزاز، وتعرضوا لهذا الضغط، وتعرضوا لهذا الحرمان لأنهم لم يستطيعوا الحصول على هذه الوثائق. يمكن أن تقدم هذه الدعاوى في دول إقامتهم وفي المحاكم الدولية وفي دول ذات اختصاص مزدوج تقبل بالنظر في شؤون يعني اللاجئين المقيمين لديها. وأيضا يعني بالتأكيد الائتلاف عليه مسؤولية يقوم بها بشكل مستمر لينصب نفسه مدعيا من قبل يعني أو بالأحرى يعني بالوكالة بالنيابة عن الشعب السوري الذي يمثله سياسيا. كل الأبواب يعني يمكن أن تطرق، لكن حقيقة الموضوع يحتاج إلى زمن طويل لا يتناسب مع المعاناة المستمرة والمتزايدة التي يعيشها الشعب السوري. شكرا جزيلا لك سيد ياسر الفرحان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، كنت معنا من اسطنبول. وشكرا أيضا للسيد عبد القادر الخطيب المحامي والناشط الحقوقي، كان معنا من عمان. وشكر موصول أيضا للسيد أحمد عنكير، وهو المواطن الذي تعرض لتزوير جواز السفر، كان معنا من غازيانتاب. فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات هنا سوريا.